الحمد لله انهم انتصروا على السجان بهذا الاضراب 40 يوم، خاضوا انتصار 40 يوم بالامعاء الخاويه، انهم ما فكروا بجوع، ما فكروا بعطش، فكروا انهم بس ياخذوا يعني اقل شيء من مطالبهم انهم يحققوها باذن الله، وانتصروا باذن الله والحمد لله، وعقبال ان شاء الله النصر الكبير انهم ربنا يفك اسرهم عاجل غير اجل يا رب باذن الله.